مفتوحة يخيلي نظام الجامعات المفتوحة مش لا كان بيشتغلها واقف في محلك ده لا بيعمل داونلود يسهر الليل كله والله والله ما اعرف خليه يشوف خليه يشوف بعد الصلاة بتاعك اللي انت داير تعمل فيه اختصار او تمتحن فيه وبعدك بيقوم بيقرا وبيشتغل على ضوء الشيء اللي انت معطيه له فها اصعب حاجه تنزيل الكتب لانه النت بطيء وثاني الكتب زادت انتوا الشبكه بتاعتكم تقريبا مزدحمه لكن شخص زي ده كان بيشتغل من بدري بيكون الكتب عنده منزله جاهزه ملم بالاشياء يعني تمشي بس ما يفتح الا محل محل ورا على طول ولا حدا برتغالي داخل الذري الله يبارك فيك علينا وعليك الله يبارك فيك في واحد عنده صلاة تقول عالم غنبلة سفرية عشان كده قلت له الذري
مديره مصري. معظم الناس اللي بترفع حاجات في اليوتيوب انت مستغرب تعال جاي عشان تشوف ما بترفع الحياه اليوميه بتاعتهم. انا داير التخش ذات الجو مش البتاع ده مرفوع على اليوتيوب بعد شويه. لا 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 خلاص اوكي طيب ما عارف اقول لك شيء ما بيرفعوا الديوتي ده يسموه شنو الديوتي داي او الروتين بتاعك اليوم المفروض تكون في رفع زي ده دايما يرفع لك الحاجات الجميله والحاجات السمحه والله لكن الاسقاطات ها والاخطاء ما بترفع هاي روتين يرفع المفروض يرفع على اساس ان الناس تطلع على الواقع الزول المنبهر بيك يشعر بانه انسان عادي على الواقع هاي على الواقع نعم فعلا دي موجوده في المفروض تكون قنوات ايوه هاي في الامريكيه دي عندها هي برنامج نعم اسمع منو عندها برنامج اتقفلوا لي هذه يا اخي كان بتنتقد باش وكلينتون